السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب كنا بخير. النهاردة معاكم فيديو جديد عن اللاصق بتاع الحديد. اللاصق بتاع الحديد ده انا عملت عليه فيديو قبل كده مهم، يا ريت تشوفوه. الفيديو التاني ان احنا هنستخدمه في ان احنا نلحم التانك بتاع الموتوسيكل. التانك اتخرم وبيسرب بنزين، فانا هبدأ دلوقتي اخلط اللاصق وابدأ الحم الايه، الحم التانك. بس المشكلة ان الخرم بتاع التانك جاي في حتة، لو انا وريتها لكم كده اهو زي ما احنا شايفين التانك اهو، بس احنا قلبينه عشان خاطر الخرم في قلب المنطقة ده هنا كده ما بين الشريحة دي والجنب ده في نقطة اللحام ده، ملحوم لحام دوسرة، فكان عدل زي ده كده، بس انا فكته هويته سنة كده عشان اوصل لنقطة اللحام بالظبط. فانا هبدا اي املي المنطقه دي كلها لزق اهو، وهنشوفه بعد ما ايه، بعد ما نلزق. طبعا عشان خاطر تعمل اللزق واللزق يجي معاك مظبوط، فين دول انبوبتين اتنين بيتخلطوا على بعض، واحده المصلب اهو وواحده ثانيه اللزق العادي، لازم نخلطهم الاتنين على بعض عشان خاطر يبدا ايه، يبدا يتصلب. بتخلطهم تحط كميتين متساويتين من نفس الانبوبتين، نفس الكميه هتحطها من هنا هي نفس الكميه اللي هتحطها من ايه، من هنا، وبتبدأ تخلطهم على ورقة أو أي حاجة، وهنبدأ إن إيه، نحطهم في قلب المكان ده. فأنا هخلطهم وأبدأ أحطهم وأرجع لكم تاني. أهو أنا عملت كمية أهو، أحط كمية قدها بالظبط، كمية قدها بالظبط من الإيه، من المصل. عشان الابيض جه زياده شويه هنحط شويه من اللصق. وهنبدا ان ايه، لازم نقلب كويس يحصل تجانس ما بين اللونين الاتنين، حتى هو دلوقتي بقى ايه، بقى لون رصاصي اهوت، لا هو اسمر ولا هو ايه، ولا هو ابيض. انا طبعا عامل كمية كبيرة عشان اوفي الايه، المنطقة دي كلها. لو هو جايب تمام، اهو من تحت، صور هنا كده، صور هنا كده اهو تحت. انا اخدت كل الكميه، تمام. الدار دي اما التانية نسيبها تنشف بقى ونجرب. زي ما احنا شايفين ده التانك اهوت بعد ما لزقناه، اقلب كده يا حبيبي. انا طبعا دهنته من تحت لان كان ايه، الصدى ماسك فيه زي ما احنا شايفين. دهنته الدهن المعدني ده حلو، وبيمسك في قلب الايه، في قلب الجسم بتاعه. دي الحتة اللي احنا لحمناها اهيت، بالجزء اللي تحت اهو اهو. وطبعا الدهان ده بتخش، احنا دلوقتي هنجرب ان احنا ايه، ان احنا نعبي التانك بنزين ونشوف هل هيسرب ولا مش هيسرب. احنا كده بعد ما حطينا البنزين
يعني ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ما فيش اي حاجه نازله زي ما احنا شايفين اهو. ده المكان اهو، مكان اللحام، كان الحته دي تبقى غرقانه كلها اهي، ما فيش اي بنزين نازل اهو. زي ما احنا شايفين انا ركبت التانك وسبت ليله كامله على الموتوسيكل بحيث اشوف في اي تسريب ولا لا. فطبعا كان ايه، كان التسريب بينزل في اوطى نقطه في قلب المنطقه دي، لان اللحام يعتبر فوق الحته دي على طول، من ايه، من عند نقطه التثبيت بتاع التانك في قلب جسم المكن. فبينزل في اوطى نقطه هنا وكان بيسقط كده، وكان ايه ده مكان التصقيب بتاعه، هو ناشف اهو دلوقتي. ده مكان التصقيب بتاعه قبل كده لليله كامله، كان غرق الدنيا كده. فطبعا بعد ما قعد الليله ديت الحمد لله مفيش اي ايه، مفيش اي تسريب، والتانك مليان اهو الحمد لله. لو سمعنا صوت البنزين في قلبه اهوت كده الحمد لله تمام. اهم حاجه ما تنساش لايك وشير واشتراك. اي سؤال سيبه لنا في التعليقات. سلام عليكم.